بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في فن الدعاء. ولعل هذه أن تكون الحلقة الأخيرة والتي طوفنا فيها لتعريف القلوب الضارعة بأركانها، شروط الدعاء وآداب الدعاء ومكروهات الدعاء أيضا من نحو الاستعجال والسجع والتعدي في الدعاء والظلم أو الدعاء على الآخرين بما لا يليق. تكلمنا عن الدعاء في الزمان وفي المكان وفي الأشخاص وفي الأحوال، تكلمنا عن كيف نستنبط من القرآن دعاء نلقى فيه قلوبنا، تكلمنا عن أحكام الدعاء وعن الدعاء بالاسم الأعظم، تكلمنا عن كل هذا في رحلة طيبة نلتمس فيها ونتلمس فن الدعاء. فإن الإنسان لو حافظ على كل هذا الذي ذكرناه فإنه سيكون من العابدين، وسيرى الله سبحانه وتعالى وسيرضى، يسلم، يتوكل على الله، فيطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في هذه الحلقة أردت أن أصطحب معي بعض المجاميع التي شاعت وذاعت وانتشرت في الآفاق، مجاميع تجمع الدعاء من القرآن ومن السنة ومن كلام الصالحين ومن أحزاب الأئمة المتبوعين كالإمام الرفاعي والإمام أبو الحسن الشاذلي والإمام إبراهيم الدسوقي والإمام أحمد البدوي والإمام الجزولي الشاذلي والإمام الهروشي أبو عبد الله الهروشي الشاذلي وغير أولئك من الأكابر الذين ملأ علمهم الأرض وملأت تقواهم الأرض والذين أرادوا الله فذكروا الله كثيرا وتعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. من هذه المجاميع هذا ورد الأسبوع وأوراد الأسبوع حرص المسلمون ابتداء على تقسيم القرآن الكريم إلى 7 أجزاء، والذي قام بهذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي بناء على عدد حروف الكلمات، فقسمه إلى 7 أجزاء حتى يقرأ في كل يوم من أيام الأسبوع جزءا من القرآن. بعد ذلك وفي القرن الثاني الهجري قسموه إلى 30 جزءا، وقسموا كل جزء إلى حزبين وكل حزب إلى 4 أرباع، وذلك حتى إذا ما أراد أحدهم أن ينهي القرآن في شهر فعل، أو أن يكون لكل جزء من هذه الأجزاء نصيب في الصباح ونصيب في المساء فقرأ حزبا في الصباح وحزبا في المساء، أو أنه يريد أن يقوم في ركوعات الصلوات بربع فعل هذا فأنهى القرآن وأتم الختمة في 30 يوما. هذا هو ما فعلوه في القرآن. وهنا معنا يفعلون هذا الشيء
في مجاميع الأذكار ومجاميع الأدعية، فيجعلون لكل يوم نصيبا من هذه الأدعية. رأينا هذا في أوراد الأسبوع، ونراه أيضا في هذا الكتاب المبارك الآخر الذي هو دلائل الخيرات. وهذه الطبعة من دلائل الخيرات خالية من الأحاديث الموضوعة ونقية من هذا، وتستفيد بكل صياغات الصالحين الأتقياء تحت مظلة العلم التوثيقي الذي يوثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يحذرنا من أن نكذب عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عبر القرون كتبت دلائل الخيرات حتى وصلت إلى ملايين، ولما حصرنا مخطوطات الأرض فوجدناها نحو 20 مليون مخطوطة باللغة العربية، منها أكثر من 2 مليون مخطوطة لدلائل الخيرات وحدها. فهذا الرقم الكبير الضخم يدل على تعلق المسلمين بالجناب الأجل، بالصلاة على النبي، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الذكر وجزءا لا يتجزأ من الدعاء. فهذه هي دلائل الخيرات. هناك أيضا كتاب مفاتيح القرب، فمفاتيح القرب هذا مجموع جمعه شيخنا ممن أسند إلينا الطريق إلى الله، العالم التقي النقي الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم. ومفاتيح القرب إلى الله، مفاتيح القرب إلى الله تجده يعني شاملا لكثير جدا من الأدعية. هناك بعض الكتب التي تظهر لكم تباعا في صورتها، تعد من المجاميع التي جمعت كثيرا جدا من الدعاء. وهناك كثير لم نذكره، هناك مثلا عندك هنا خير زاد، وخير زاد هذا كتاب حاول فيه أن يجمع أدعية بل وصور من القرآن ومن الأذكار ومن السنة ومن كلام الصالحين، بحيث نجد فيها ما يسمى بالقلوب الضارعة. قام أحد العلماء من أكابر الشاذلية في أواسط القرن 19، وكان اسمه الشيخ مصطفى الكشمخانوي، وجمع أحزاب الطريقة الشاذلية، ثم نقحت عند بعض العباد من تركيا تحت عنوان القلوب الضارعة. وهذه القلوب الضارعة شائعة وذائعة، وهي تعبر عن هذه الكلمة التي نتتبعها دائما ونؤكد عليها أنها هي مفتاح استجابة الدعاء. هذه المجاميع وغيرها إنما هي مجاميع مباركة يمكن أن نستفيد منها وأن نجعل لنا حصة ووردا يوميا فيها. وهذه الحصة وهذه الأدعية بتكرارها نحفظها، وبحفظها تقرب من قلوبنا، وعند ذلك نستحضر القلب فيها ويستجيب الله الدعاء. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتقبل منا وتب علينا، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وافتح علينا فتوح العارفين بك،
وعلمنا الأدب معك، واسلك بنا الطريق إليك، نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا. اللهم يا ربنا لا تشمت فينا الأعداء، اللهم يا ربنا انصرنا على القوم الكافرين، اللهم يا ربنا مكن لنا في الأرض وأعنا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم استجب دعاءنا فجازه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.